هل انت باشر السعاد واشرق الدار في جية اللي جانا مثل الهدية عبد الله اللي شوفت آخر وامطار نعمة من المعبود وجمل عطية باشر السعاد واشرق الدار في جية اللي جانا مثل الهدية عبد الله اللي شوفت آخر وامطار نعمة من المعبود وجمل عطية مثل الملاك قبل وشاع شعب الأنوار أو مثل القمر عبد الله نوره وضية له نفرش الورد الطبيعي والأزهار أو نكتب تعابير البيوت القوية شوفك جزلة الأشعار فيه انت باشر والسعادة هنية يا مرحبا واهلين في نور الأنظار عبد الله مولود الفخار والحمية عبد الله اللي صلتاه الفلك دار والأرض كلها استبشرات في مجية أول فرحنا بالعمر وأحلى الأخضار عبد الله الغالي ولا فيه زية قرت عيون ابوه روحه والانظار ابوه عالطيب كريم وعمامه اهل الطيب وافينا الاشبار اهل الخصال النادره صيرميه اهي خواله الشيوخ عالينا الاقدار افعالهم في المرجله حتميه في جية اللي جانا مثل الهدية عبد الله اللي شوفت آخر وامطار نعمة من المعبود وجمل عطية مثل الملاك قبل وشاع شعب الأنوار أو مثل القمر عبد الله نوره وضية له نفرش الورد الطبيعي والأزهار أو نكتب تعابير البيوت القوية نرحب بشوفك جزلة فيه انت باشر والسعادة هنية يا مرحبا واهلين في نور الأنظار عبد الله مولود الفخار والحمية عبد الله اللي صلتاه الفلك دار والأرض كلها استبشرات في مجية أول فرحنا بالعمر وأحلى الأخبار عبد الله الغالي ولا فيه زية قرت عيون أهل الطيب وافينا الأشبار أهل الخصال النادرة صيرمية أهي خواله الشيوخ عالينا الأقدار أفعالهم في المرجلة حتمية يحفظ رب الكون الولي البار الواحد المعبود رب البرية تم التسجيل والمكساج في استوديوهات رنيم.